عاجل، الرئيس اليمني يوجه رسالة للجيش المصري لننشر لحضراتكم التفاصيل، ووزير الخارجية المصري ينشر مفاجأة بشأن دولة الكونغو وسد النهضة. وعاجل، رئيس وزراء مصر يتحدث عن ثورة جديدة في مصر والنقل المصري وتعامل القضاء المصري بكل قوة ضد ممرض وأب بعد تسببهم بعاهة مستديمة لطفلة بعملية ختان. ومفتي مصر السابق في مقطع فيديو أثار ضجة، النبي محمد من مواليد هذا البرج. وأسرة الطفلة ضحية حقنة الطبيب البيطري تروي التفاصيل وتوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. ووزير الخارجية المصري ينشر مفاجأة بشأن دولة الكونغو وسد النهضة. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ثقة مصر في الرئاسة الإفريقية والكونغو لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة. أضاف أن الكونغو قدمت مستندا بهذا الشأن لطرحه على الأطراف الثلاثة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المصري خلال المشاركة في برنامج على قناة أون بعد الانتهاء من اللقاءات في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعه مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جويتريتش. وقال شكري فيما يتعلق بأزمة سد النهضة: اهتمت بتوضيح ما وصلنا إليه وتطلعنا للوصول لاتفاق قانوني ملزم وما نتعرض له من مواقف إثيوبية متعنتة. وأضاف: نحن نضع ثقتنا في الرئاسة الإفريقية والكونغو لاستئناف المفاوضات. وكانت هناك زيارة لوزير الخارجية الكونغو قدم خلالها مستندا لطرحه على الأطراف الثلاثة لتقييمه لأي مدى يصلح أن يكون أساسا لاستئناف المفاوضات عليه. وأشار شكري إلى أنه تجرى في إطار المؤسسات المصرية المعنية دراسة هذا المستند حتى يتم تقييمه والإجابة على الجانب الكونغولي، وليس هناك دعوة للتفاوض بتاريخ محدد. وفي تصريح صحفي منفصل، اعتبر شكري أن مصر حققت إنجازا كبيرا في ملف سد النهضة الإثيوبي من خلال طرح القضية للمرة الثانية على مجلس الأمن الدولي. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هل حضراتكم شايفين أن يعني المفاوضات الجديدة برئاسة الكونغو رئيسة الاتحاد الإفريقي هيكون في نتيجة مهمة ومفيدة لمصر والسودان وإثيوبيا أم لا؟ أترك لحضراتكم التعليق بخصوص هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وعاجل، الرئيس اليمني يوجه رسالة مهمة للجيش المصري. وجه الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الشكر لرجال القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى 59 لثورة 26 سبتمبر اليمنية. وخلال كلمته بمناسبة الثورة اليمنية قال هادي: الرحمة والغفران والخلود للشهداء الأبرار من رجال الجيش والمقاومة ولشهداء ثورة سبتمبر وأكتوبر، والخلود والمجد للشهداء الأبطال من أبطال جمهورية مصر العربية الشقيقة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب أرضنا دفاعا عن الثورة اليمنية عام 62. رئيس اليمني أضاف في كلمته: كما أقدر جهود مصر العربية في كل المراحل. وطالب عبد رب منصور هادي المجتمع الدولي والإقليمي بتقديم الدعم والمساندة للحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا حتى تتمكن من واجباتها بشكل كامل للوصول إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن اليمني. وعبر الرئيس اليمني عن الشكر الجزيل للأشقاء في التحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية الرشيدة وشعب المملكة العزيز على ما قدموه من دعم وإسناد لشعبنا في معركته الفاصلة. ودعا الرئيس هادي اليمنيين للوقوف في صف الدولة ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية. مصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. والرئيس اليمني بيوجه رسالة للجيش المصري
بيوجه فيه شكر لما قدمه الجيش المصري عام 62 على أرض اليمن. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. رئيس الوزراء المصري يتحدث عن ثورة جديدة في مصر والنقل المصري. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مشروع القطار الكهربائي الخفيف بالقاهرة سيمثل ثورة حقيقية في منظومة النقل الجماعي في مصر. جاء ذلك في تصريحات نشرها رئيس الوزراء بعد جولته لتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT الرابط بين مناطق السلام العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ومدينة العاشر من رمضان. مدبولي أشار إلى أن هذا المشروع يعد عملاقا بكل المقاييس، حيث يصنع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن المشروع بمراحله المختلفة الذي نحرص على الانتهاء منه بالكامل خلال الفترة المقبلة سيمتد إلى نحو 100 كيلومتر، وهناك مرحلة يتم العمل بها حاليا نستهدف إتمام أعمال التنفيذ بها نهاية شهر أكتوبر. وتابع هذا المشروع كان من المفترض أن يستغرق 4 سنوات، ولكننا نستهدف اليوم إتمام المرحلة الأولى منه بنهاية شهر أكتوبر لبدء مراحل التشغيل التجريبي لها والتي استغرقت 2 سنين فقط. مصدر معانا كان من الوطن المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. شيء مهم جدا لما يعني يبقى فيه قطار كهربائي وهو يسمى LRT رابط المدن الجديدة الشروق وبدر والعبور والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والسلام. ده شيء مهم جدا ويعني هيسهل على المواطنين سهولة التنقل بين المحافظات والمدن الجديدة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتعامل القضاء المصري بكل قوة ضد ممرض وأب بعد أن تسببوا بإعاهة مستديمة لطفلة بعملية ختان. قضت محكمة مصرية بحبس أب 3 سنين مع الشغل وممرض 10 سنين مع السجن المشدد في جريمة ختان طفلة تبلغ من العمر 14 سنة ما أدى لإصابتها بعاهة مستديمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولي أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها. دعت المحكمة الفتيات للإبلاغ عن تعرضهن لهذه الجريمة للقصاص لهن. وحسب صحيفة الوطن المصرية فإن الواقعة بدأت في مدينة القناطر الخيرية حيث أجهزة الأمن ألقت القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 14 سنة بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق. التحقيقات تابعت وقالت وبينت ان الاب اخذ الطفلة واجرى لها عملية ختان على ايدي ممرض وعندما اصيبت بنزيف قاموا بنقلها الى المستشفى حيث تولت النيابة التحقيق وامرت بحبس الاب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة وعرضها على الطب الشرعي والذي كشف اصابتها بعاهة مستديمة. المصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. إذن هذا جرس إنذار فعلا لكل أب يحاول أن يقوم بعملية الختان لبنته وإنذار لكل ممرض أو دكتور يحاول أنه يساعد أولياء الأمور في هذه الجريمة. كلهم بيتحطوا في السجن. أب بياخد 3 سنين وطبعا قابلة للزيادة والممرض بياخد 10 سنين وقابلة للزيادة حسب يعني مدى أثر هذه الجريمة على الطفلة حتى ممكن هذه الجريمة أن تؤدي للوفاة. يعني ربنا ستر مع هذه الطفلة إنها أصيبت بنزيف حاد وتم نقلها للمستشفى والحمد لله تعالجت. ممكن طفلة تانية يعني تتوفى بعد الشر فيعرض أولياء الأمور أو الممرضين أو الدكاترة لعقاب حازم. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفتي مصر السابق في مقطع فيديو أثار ضجة. النبي محمد من مواليد هذا البرج. في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قال مفتي مصر السابق علي جمعة إن النبي محمد من مواليد برج الحمل. وفي المقطع الذي يعرض علي جمعة في حلقة من برنامج والله أعلم أشار المفتي المصري السابق إلى أن النبي محمد ولد في 20 إبريل وهو نهاية برج الحمل أو 22 إبريل، لافتا إلى أنه تم اختيار يوم 22 إبريل باعتباره يوما عالميا للأرض.
ولفت جمعة إلى أنه من الموافقات الجميلة أن اليوم العالمي للحفاظ على الأرض هو نفس يوم مولد النبي محمد. وفي سياق متصل أكد علي جمعة أنه لا يوجد خلاف على توقيت مولد النبي محمد، وضح أن القضية هي قضية حسابات التقويم وليس تشكيكا. وقال مفتي مصر السابق بالحسابات يكون النبي قد ولد بالميلادي في يوم 20 إبريل سنة 570، نوه بأن الراجح أن النبي من مواليد برج الحمل. دار الإفتاء المصرية كان قد حسمت الجدل حول موعد المولد النبوي وفقا للسنة الميلادية في إعلان سابق لها على صفحتها الرسمية فيسبوك قائلة: لو تم حساب التاريخ الميلادي لسيدنا رسول الله لوافق يوم 20 إبريل. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق، صلوا على الحبيب محمد. انتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وأسرة الطفلة ضحية حقنة الطبيب البيطري تروي التفاصيل وتوجه رسالة عاجلة للرئيس السيسي. شهد قرية الفروستق التابعة لمركز باسيون بمحافظة الغربية المصرية حزنا عارما أثناء تشييع جثمان الطفلة منار عبد النجار التي عرف بضحية واقعة الحقنة الخاطئة فجر الأحد الماضي. وبحسب ما أفادت صحيفة الوطن المصرية فقد وجهت أسرة الطفلة رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجهات التحقيق طلبتهم فيها بالقصاص لابنتهم بعدما تعرضوا لضغوط من جانب أسرة الطبيب البيطري الذي أعطاها حقنة تسبب بموتها. الأسرة الفتاة أشارت إلى أن والدي المتهم عرضا أوراقا على بياض عليهم ولكنهم رفضوا مؤكدين أن حياة ابنتهم لا تقدر بثمن بحسب الوطن. ونقلت الوطن عن الأم روايتها حيث قالت إن ابنتها تعرضت للإصابة بارتفاع درجة الحرارة فأخذتها إلى صيدلية الطبيب خالد نون بشارع الرئيسي بمركز باسيون فأقدم على إعطائها حقنة دون إجراء اختبارات الحساسية وهو ما تسبب في إصابتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة ووافتها فور وصولها إلى المستشفى باسيون المركزي قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها إن شاء الله ويجيب لهم حقهم بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم. إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.